أنا تو عمري 63 سنة بالضبط، من خلقت نعرف هذه تختم. هي روماني يا ريت تكون واضحين، هي رومان. وقت اللي خلقت أنا سألت عليها، حتى اللي قبلي أنا بخمسين وبستين سنة تختم نفس الحكاية، فهمتني؟ وبالنسبة لماذا تنجم تقول ضايع شوي، يمشي للسواني هذا مريتهم الثانية دي بلز نبدل من هنا، وشوي يمشي في طريق المعامل، معامل خلقه أنا أنا ما كانوش موجودين تاع الرخام، أما ضايع ما ضايع بالثروة ضايع، هذا ينجم يشرب ثلاثة أربع ويليات ضايع ما ضايع. ليش؟ ما عندناش كون يخم في الشيء هذا، المصلحة الصحيحة في تونس ما عندناش كون يخم فيها. أنا ضايع قلت كان عمري 63 سنة نعرف أنا ضايع، وجدودي يحكيوا لي أني ضايع 100 سنين عندي من أنا. أنا ثروة ثروة مائية تو مشكلة بين مصر وبين أثيوبيا وبين السقط الكل على الماهي والسودان، حروب حروب باش تقيم على الماهي، هي راهي لازمة زي مش بترول، لازمة نتاع ماهري في العالم. هي هذيا من اللي خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تخدم كيفك ديما تخدم ديما ما تقطعش خلاص. انت قسم الناس الكل تجي تعبي من هنا، الناس الكل تجي تعبي من هنا، تهز العباد تجي تعبي وتهز بتيتي بودي، العباد تجي تعبي بالكراه تهز. تصور المائيه هذه مسيبينها هكاك، لا طلع لها معتمد لا ويلي لا بلديه لا حتى شيء، تجي هكاك مسخه تجي هكاك. نعرفها من صغيرة بالكل، نجي مع بابا الله يرحمه لهنا، وتو نجي مع راجلي ولدي، الماء موجود، الدنيا مسخة، كتشوف الحالة كيفاش.